وكاين كاك الجوار كاين مشكل كاك الجوار ما نعرفش انا سمعت قال لي انا بالنسبه لي هنا راه كاين مشكل كبير كاين لي جوار قال لي داين 4 موا سالير كاين لي جوار داين 2 موا كاين لي جوار ماشي لي داين دروك باش نتفاهم انا وسي البريزيدون يوسف جباري باش نشوفوا كيف حاجه اللي نخموها الاولى نخموا على اللاعبين باش نديروا محل هادو ثاني اللاعبين راهم خدامين ارواحهم باش نقولوا هذا المشكل ما يصرنا ومن بعد ما بقيش لو ماكاتو شويه فيه مشكل بالك كانوا يعطونا بالك 4 جوار 5 جوار هذا العام كما يقول لك شروط ماكسيموم 3 جوار ما نزيدوش كل فريق باش نشوفوا الوليد في ان شاء الله باش يزيدونا 4 جوار ولا 2 جوار باش نعاودوا لو ريتور نشوفوا كيفاش نتحمسوا عليه ان شاء الله ويكون عندنا فريق قوي مي هو ان شاء الله الديون شويه اللي اثرت علينا اللي ما خلتناش نديروا حل تكلمنا مع سيد الوالي وسيد الوالي ان شاء الله قال لك المسؤوليه هذه ما راهيش غير عليكم انتم انا ثاني انا معكم فيها ودرنا نشوفوا كيف راح نتكلموا مع صلاح ليك ولا فيدراسيون نعيطوا لهم باش نديروا حل على هذا الدين هذا ونسلكوا هذه الديون ان شاء الله وحنا الحاجه اللي نخموا دروك هي الحاجه اللي نخموا عليها بريمي باطون ان شاء الله في البدايه هي كيما يقول لك لي جوار راهم يتكلموا مازال عندهم دي سالير ان شاء الله نسدوهم لهم نشوفوا كيف راه نعيطوا لهم ندير معاهم سبونسر افواي ورينيون ونسلكوا بالواحد ان شاء الله ونحلوا حل الفريق